لحظة دخوله قصر بعبده، ثم خرج عمل ألقى بيان قصير جدا جدا. نسمع ماذا قال. مرحبا، قدمت لفخامة الرئيس الجمهورية حكومة من 24 من الأخصائيين حسب المبادرة الفرنسية، وحسب كمان مبادرة الرئيس بري بهالفحوى. وبالنسبة لإلي يعني هذه الحكومة هي تقدر تقوم بالبلد وتقدر تبلش تشتغل جديا على وقف الانهيار. وتمنيت جواب من فخامة الرئيس غدا لحتى نبني على الأمر مقتضى. بالنسبة لإلي صرنا 8 أشهر ولا فتنا بالشهر التاسع عم نحاول نشكل حكومة، وهلا وقت الحقيقة، فبإذن الله بكرة بنعرف. قال لك سلم لرئيس الجمهورية ميشيل عون، تفضل دي الحكومة المقترحة اللي أنا يعني أقدر أتعامل معاهم، وبالتالي محتاجين رد من فخامتك بكرة. هل هذه الأسماء يعني تحظى بالموافقة ولا يحصل خلافات وتدخل لبنان في مشكلة كبيرة مشكلة أخرى؟ سلم القائمة للرئيس النهاردة، وزي ما قال السيد سعد الحريري إنه طلب من الرئيس عون بكرة يرد عليه، تعالى شكل حكومة ولا هذه الحكومة الأسماء دي مش عاجباها. بعد ما مشي سعد الحريري وعمل البيان المقتضب اللي حضرتكوا سمعتوه ده، هو ده البيان اللي عمله، مشي حتى ما ردش على أسئلة الصحفيين أصلا. عنده هيقول إيه؟ هو منتظر رد من رئيس الجمهورية. ورئيس الجمهورية بعد ما مشي الحريري قال إن إحنا هنشوف الأسماء وهنرد، هنشوف نعمل دراسة للأسماء المقدمة. هل الأسماء المقدمة تحظى بموافقة الرئيس وبالتالي يتم إعلان سعد الحريري غدا يشكل حكومة بشكل رسمي وتأدي اليمين بعد كده على طول ولا لا؟ الأزمة اللي فيها لبنان أزمة خطيرة جدا، لازم كل الأطراف اللبنانية يعني تتحمل مسؤولية بصراحة. شعب لبناني، وأنا لينا أشقاء وأصدقاء يعني أصدقاء لبنانيين، مش عايز أقول لكم واصلين جايبين آخرهم زي ما بيقولوا كده. امبارح حاولوا اقتحام منزل وزير الداخلية، امبارح مئات حاولوا اقتحام وحصل اشتباكات عن منزل وزير الداخلية، بالأمس اقتحام. فالوضع لبنان مظاهرات كل شوية داخلة مظاهرات، وضع صعب. الناس اللي عندها فلوس في البنوك النهاردة مش عارفة تاخدها، اللي عنده دولار في بنك مش عارف ياخده، مش عارف. زي ما بقولك كده، اللي عنده دولارات في البنك في لبنان ما يعرفش يسحب ولا دولار. وبعدين لبنان رايحة فين؟ لازم كل مسؤول في لبنان يعني زي ما بقول كده مصلحة البلد أهم من أي مناصب وأي شيء وأي تحديات وأي محاصصات وأي تقسيم ما يعني. هذه المرحلة تتطلب التكاتف بين الساسة في لبنان، جميع الرئاسة، مجلس النواب، الحكومة، كله يتكاتف لصالح لبنان. ما تاخدوش لبنان ل يعني مسار صعب محدش يتمناه. كلنا عايزين سلامة الشعب اللبناني والدولة اللبنانية. وأنا بقول لكم من البلاد اللي كنت دايما بحب أروح لبنان، ولنا أصدقاء كتير في لبنان مسؤولين وإعلاميين يعني في الوسط يعني. فأرجو حضراتكم المسؤولية مسؤولية تاريخية قدامكم جميعا، لأنه دايما يقول لك أصله مش عارف مين عايز أسماء بعينها، وأصله فلان له حصة معينة فلازم تبقى الحصة موجودة. عندهم كان خناقة على حقيبتي تقريبا الدفاع والداخلية والعدل، تقريبا كان عندهم مين اللي ياخد الحقائب ديت.
المجموعة دي ولا الثانية ولا الثالثة؟ الولاء في الآخر لبنان.